عندي حالتين تاني. في حاله كابتن علاء كابتن عادل اللي هي بتاعت طاهر لما حصل فيه تنافس وحصل سقوط من لاعب الترجي. البعض يقول هو رضوان ما جابش الحكم ليه؟ انا كحكم في الفار عندي خبراتي وحكم كبير بشوف لو في مخالفه تستحق ممكن اجيب الحكم. أجيب. وبالتالي صح. هنا رضوان بشيد بيه ان ما كانش في مخالفه كابتن هاني، وبالتالي اكد على قرار الحكم ان لا توجد مخالفه من طاهر محمد طاهر، وبالتالي خلى اللعب يتواصل. نروح لكارين المحكمه اللي هي كانت في المباراه، بشيد بيها حقيقه طبعا ان هي ما اخطاتش. البعض يرى ان هي اخطات في ان هي اشارت على تسلل. على تسلل. خلي بالك هي طبقت البروتوكول. مظبوط. انت تخطا كملت. لو كانت رفعت مباشره مظبوط كابتن علاء وقتلت اللعبه كان الحكم هيصفي. صح. وبالتالي هي طبقت البروتوكول خلت اللعبه تستمر ورجعت اشارت بالقرار. مزبوط. هي خدت قرار مش ما خدتش. صح. هي شكت خدت قرار بالتسلل، ولكن طالما وجود الفار بيرجع الحاله للفار، مفيش مشكله مفيش صعوبه، يعني مفيش حد يقول ان هي اخطات ورفعت والفار حسب، لا مفيش الكلام ده. بس هي ثابت اللعبه. الكلام ده. ايوه ثابت اللعبه. ايوه طبقت البروتوكول طبعا. كابتن ايمن هو ده الصح طبعا اللي عملته صح، ان هي مزبوط. خلت عملت الديلي وخلت اللعبه توصل، وبالتالي هنا الفار رجع لان حسين شحات متغطي من اللاعب الكبير. انا بقول النهارده ايه؟ كارين بقول لها ما تزعليش، انت حكمت طبقت البروتوكول والعداله التحكيميه، الفار حقق العداله التحكيميه. انت تزعلي امتى؟ لو انت لحظه التمرير رفعت كنت رفعتي. صح. كان الحكم كان هيصفر، وبالتالي انت كنت قتلت الهدف. وده بيحصل مع حكام كبار جدا طبعاً. اليورو كله كده كابتن، يقول مفيش مشكله لان دي بقى الثقافه كابتن علاء موجوده عند الكل. هنا المساعد باخد القرار بشك برفع، ولكن الفار عندما يكون الفار موجود بيحقق العداله التحكيميه. تاني بقول ان رضوان جيد، هو نجم التحكيم اليوم كابتن عادل، حكم في الميدان حكم 10 على 10، حكم في الفار عنده شخصيه ما عندوش اي حد يقدر يقصر عليه كابتن هاني. صح. خلي بالك خلي بالك ان سهل قوي قوي ان الضغوط اللي عملت لاعب الترجي ان اي حد ممكن يتاثر، ولكن رضوان لما يتاثر طاقم التحكيم المغربي كان 10 10. ايضا اليوم النهارده توافق مع الفار، الكل حقق العداله التحكيميه كابتن عادل. نتمنى ان التحكيم الافريقي يكون موجود في المباراه النهائيه، المباراه طبعا لا تحتمل اخطاء تحكيميه. صحيح. برجع تاني بقول ان الثقافه التحكيميه النهارده كانت موجوده من خلال قناه النادي الاهلي اللي بتشرح وبتقول بالدليل بالبرهان ان حاله الطرد كانت حاله طرد صحيحه 100% طبق القانون وطبق الماده 12، وايضا ركله جزاء 100% اللي حسبها الحكم مع رضوان جاي. مبروك نادي الاهلي تاني، وبنقول ان شاء الله باذن الله نبارك في المباراه النهائيه باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن عيد. شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والترجي التونسي في اياب دور نصف النهائي لبطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0 وتاهله للمره ال14 للمباراه النهائيه. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بتحقيق الفوز باذن الله في المباراه النهائيه اللي هيقابل فيها كايزر تشيفز اللي هو بطل جنوب افريقيا. حابب قبل ما اختم اشكر نجومي الكبار اللي شرفوني النهارده وامتعوني كالعاده وامتعوكم طبعا كالعاده. كابتن علاء ميهوب، الف شكر يا كابتن، امتعتنا كالعاده. اشكرك ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله مبارك العشره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن هاني رمزي، مبروك يا كابتن، مبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لكل اللعيبه، مجلس الاداره، الجهاز الفني، وان شاء الله العشره في الجزيره يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال، شرفتنا وتالقت كعادة. ربنا يخليك كابتن. ايه؟ ده خلاص يا دوب هشكرك وانتهى كده. انت خلاص بشكرك على الف شكر يا كابتن. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره ولاعيبته ومديره الفني، يعني يستحق التاهل عن جداره نتيجه المباراتين، وان شاء الله نبارك لبعض باذن الله تعالى يعني بعد الحصول على العشره باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل مصطفى، الف شكر، تالقت كالعاده. ربنا يخليك كابتن، الف مبروك، وان شاء الله نبارك لبعض بعد تحقيق الهدف ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.